الكلف اسم من أسماء الحب، بل مذاق من مذاقات الحب، بل مقام من مقامات الحب. في قلبه حرقة، في فؤاده حرقة، في عقله حرقة، هو لا تنطفئ نار لوعته. هذا الإنسان المولع بالشيء، كيف أن الإنسان يكلف هذا الأمر؟ يكلفه؟ ما معنى يكلفه؟ وكيف يكون هذا الكلف موجود في حياة العاشق الذائق المشتاق؟ واللوعة في قلبه تزداد في كل وقت وفي كل حين شوقاً واشتياقاً للمحبوب.